اسمها جبر الخواطر او طحن الخواطر. هو المفروض جبر الخواطر، بس طحن الخواطر دي طبعا في السوشيال ميديا انتوا عارفينها طبعا، تبقى شغاله وبتاعك. احنا جبر الخواطر على الله طبعا، على الله كله. هنعرض لكم اللعبه عباره عن ايه، عارفينها؟ لا اشرح لنا. مثلا في مركز حراسه المرمى هعرض لكم ثلاث اسماء، كويس كده؟ هتختار اللاعب الاساسي اللي عندك عشان نعمل بيه تشكيل اساسي، واللاعب الاحتياطي عشان نقعده على الدكه، واللاعب اللي هتبيعه، واللاعب اللي ايه هتبيعه. انا عن نفسي بعت ثلاثه. توكلنا على الله. توكلنا على الله. يلا نبدا اول حاجه فيما يتعلق بايه، بحراسه المرمى. يلا يا سيدي. يلا يا كابتن سيد. حراسه المرمى لما انتوا الاثنين كل واحد هيجاوب، قدامك الثلاثه هم. يلا الاساسي حضري. انت هتاخد الاساسي مين؟ حضري. ها والاحتياطي؟ الاحتياطي شريف. شريف الاحتياطي. وهتبيع؟ هبيع امير. امير عبد الحميد الحبيبي. بسرعه جدا يا كابتن سعيد. حضري لا هاخد امير، هبيع شريف. هاجي على شريف. هتبيع شريف. هتبيع شريف. ماشي انا هاجي على امير. طيب نروح للباك اليمين. هبدا معاك يا كابتن سعيد. قدامك اسلام الشاطر واحمد فتحي واحمد المحمد. مين اساسي مين احتياطي مين هتبيعه؟ هاخد احمد فتحي اساسي. اساسي احتياطي اسلام، وهبيع المحمد. هتبيع المحمد. ها كابتن شوي. انا كده برضه نفس الكلام. هتاخد اساسي احمد فتحي، احتياطي اسلام الشاطر، وهتبيع احمد المحمد. جميل. الباك الشمال هبتدي معاك كابتن شوقي. مش هشتريك يا سيد. جيلبرتو، سيد معوض، محمد عبد الشاف. مين اساسي؟ كابتن سيد معوض طبعا. ما تجاملوش. لا لا سيد طبعا. طيب اوكي، وانا معاك طبعا كابتن سيد. والاحتياطي؟ عبد الشاف. وتبيع جيلبرتو. كابتن سيد؟ انا هاخد جيلبرتو اساسي وعبد الشاف احتياطي، وابيع نفسي. ابيعه نفسي. طيب هنروح لخط الوسط. ابدا معاك يا كابتن سيد. هنا خط الوسط بقى هتختار لنا ايه؟ الدفاع. انا اسف، قلبي الدفاع. انا اسف، قلبي الدفاع. عندنا وائل جمعه، ابراهيم سعيد، عبد الظاهر السقا، هاني سعيد، وفتح الله. هتاخدوا ايه؟ وعماد النحاس. هتاخد اتنين وعماد النحاس. برافو عليك. هناخد اتنين، يعني الاتنين الاتنين الاساسي، واتنين بدلاء، واتنين هتبيعهم. ها يعني من المجموعه دي. هاي. هاخد الاتنين الاساسي. لا من المجموعه دي مش هاخد حد. من السته؟ لا من ثلاثه دول يا كابتن. مش هاخدهم اساسيين. يعني انا ممكن انا هاخد الاساسيين مثلا. ابراهيم ووائل جمعه. ابراهيم سعيد ووائل جمعه. والاثنين الاحتياطي هاني سعيد وعماد النحاس. وهتبيع؟ هبيع الكابتن عبد الظاهر وفتح الله. كابتن شوقي. انا هاخد برضه وائل جمعه وابراهيم. اوكي. وهاخد بص بقى انا سيد لازم يعني. لا براحتك باختيارك الفني سريع. هاخد عماد النحاس وعبد الظاهر. عماد النحاس. وهبيع هاني. وهبيع وهبيع هاني. وهتبيع فتح الله. فتح الله. اوكي فتح الله كده كده متباع. كده كده انتوا الاثنين بعتوه. طيب هنروح لخط الوسط. هعرض لكم سته، اثنين اساسي اثنين احتياطي، هنبيع اثنين. عندك حسام غالي، احمد حسن، محمد شاوي، حسني عبد ربه، حسن مصطفى، محمد حمص. يلا حبيبي. يلا كابتن سعيد. شوف بقى اثنين الاساسي. اثنين اساسي حاجه تحير بصراحه. هاخد شوقي وحسام غالي. تاخد محمد شوقي وحسام غالي. والاحتياطي هاخد احمد حسن وحمص. وحمص. وتبيع حسني عبد ربه. هبيع حسن. معلش حسن حسن مصطفى وحسني. وحسني مش كده؟ ها كابتن شوقي. اثنين الاساسي. اثنين اساسي. سريعا هاخد حسام. ايوه. واحمد حسن. حسام واحمد حسن. اثنين الاحتياطي حسني وحمص. وبيعه نفسي ومعاك حسن مصطفى. بالظبط كده. ماشي نروح لوسط مهاجم.
عندك محمد ابو تريكه، محمد بركات، شيكابالا، وليد سليمان، عبد الله السعيد، محمد زيدان. هتاخد ثلاثه هتاخد اثنين تختار ثلاثه اساسي واثنين دكه ونبيع واحد. ثلاثه اساسي واثنين دكه ونبيع واحد. صعب قوي. ابو تريكه، بركات، شيكابالا، وليد سليمان، عبد الله السعيد، محمد زيدان. ثلاثه اساسي. يلا انا هاخد ابو تريكه وبركات. لا استنى، مين عليه الدور شوي؟ ماشي. ابو تريكه. ومين الصوره الثانيه؟ معلش. وبركات وشيكابالا، وليد سليمان، عبد الله السعيد، زيدان. انا عارف اسود. ابو تريكه. وهاخد عبد الله مثلا. اقول بسرعه. هاخد عبد الله. لا مش عبد الله. براحتك. هاخد زيدان، محمد ابو تريكه، وزيدان، والتالت. انا وراك التلاته اللي هتاخدهم هاخد. والله والتالت خلاص. والتالت هاخد وليد. يبقى انت اخدت ابو تريكه وزيدان ووليد سليمان والاثنين. او هتبيع مين عشان يبقى الاثنين التانيين؟ خلاص عرفناهم. هو مين السوري قبل كده؟ في شيكابالا وفي عبد الله السعيد وفي بركات. عايز اثنين من الثلاثه دول بدلاء. بدلاء؟ ايوه. هاخد بركات وشيكابالا. أيوة. شيكابالا وتبيع عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. يلا يا كابتن، طبعا هتبيع بركات. لا. لا لا. طيب خد. لا انا هاخد ابو تريكه وزدان ووليد زي ما قال شاوي. زي ما قال الكابتن شاوي. واحتياطي برضو شيكابالا وبركات. وعبد الله يعني. وهتبيع عبد الله عشان اخر واحد لحقنا فمقدور عليه. طيب ماشي. انا لو يعني انا لو سالوني هاخد عبد الله السعيد نمبر 1. نمبر 1 مغمض يعني. طيب مهاجم راس حربة عندنا ثلاثة، احمد حسام ميدو، عماد متعب، عمرو زكي. عايزين واحد اساسي واحد احتياطي ونبيع واحد. يلا سيد انت. يلا كابتن سيد. واحد اساسي واحد احتياطي وهنبيع واحد. هاخد متعب اساسي. هناخد متعب اساسي. وهاخد عمرو احتياطي. وتبيع ميدو. يلا كابتن شاوي. وانا مثلا. لا قولها ببقك. الاساسي الاساسي متعب. احتياطي عمرو زكي. ومعلش انا ميدو. وهتبيع مين؟ ميدو. ميدو تبعنا برضه. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. كابتن مدحت شلبي رجع الام بي سي بدمه الخفيف، بمواقفه الكوميديه وتدبيساته للضيوف، وبيع والبرنامج جميل، وفي بيع وفي تحفظات وفي حاجات جميله، في سسبنس بيعمله كابتن مدحت شلبي مع الضيوف. النهارده كابتن محمد شوقي والكابتن سيد معوض، وحلقه جميله، حلقه اختيارات صعبه جدا، بيزنقهم يعني ما يحطش كابالا وبركات وابو تريكه وعبد الله السعيد، ويعني طحن يا حبيبي طحن. فما ينفعش ان انت ولازم تجاوب ولازم ما حدش يزعل منك، ومواقف صعبه جدا. واسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه حبيبي الخواجه.